الإنسان يدخل ولكنه يقوم جميع الفرائض من صلاة وصوم وحتى صلاة الفجر ويقوم بجميع الواجبات المطلوبة من الله سبحانه وتعالى. فما ترى في ذلك يعني؟ فما؟ أرى أنه مصر على معصية، والله عز وجل يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعليه أن يقوى، أن يقوى نفسه وأن يكون شجاعا في ترك هذا الدخان. إن تيسر أن يتركه مرة واحدة فهذا واقع وحاصل، وكم من الناس فعلوا هذا. وإن لم يستطع فبالتدريج، وإذا علم الله من نيته أنه صادق عازم أعانه الله عز وجل. وأما أعماله الأخرى الصالحة فلا شك أنه ينال بها درجات ويرجى له خير إن شاء الله.